أظن أن المباراة كانت مباراة كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي. تنظن بأن الجماهير المغربية تستحق بعد كأس العالم أنها ترجع مرة أخرى للملعب ديالنا قدام الجماهير ديالنا باش نحتفلوا بداك الإنجاز اللي حققناه. ولكن تنعتقد بأنه تتبعنا عمل كبير باقي ناقصين عدة أشياء. نتمنى من الله أننا في الأيام القادمة وفي المباراة الجاية عاوتاني نطبقوا التعليمات ديال سي وليد الكراكي وإن شاء الله نحققوا نتيجة إيجابية اللي تسمح لنا عاوتاني باش نتصنفوا في الترتيب أحسن. تنظن عندنا مجموعة من اللاعبين الجيدين تيقوموا بعمل كبير، صابرين على التعب، صابرين على تعب رمضان. ولكن تنظن الجماهير المغربية احتفلت أمس وكنا سعداء بتواجد ديالنا في ملعب ديالنا أمام الجماهير ديالنا، حقنا فوز كبير على منتخب كبير اللي هو البرازيل. أعتقد بأننا غنكملوا في العمل ديالنا. احنا مسطرين الأمور على أساس أن بعض اللاعبين يقدروا يكونوا يدخلوا، تتعرفين أنه يقدر يكون تكون دعاية على بعض اللاعبين، كذلك بعض اللاعبين قدر تكون اصابه. دونك ضروري ما غنكملوا في العمل اللي حنا تنقوموا به، واننا نعاودوا نقدموا فريق مثالي اللي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه في المباراه الجايه ضد البيرو. يعني مباراه بيرو ليست مباراه سهله، تنظن باننا ان شاء الله قادرين اننا نعاود نحققوا هذا الفوز هذا، ولا حققنا الفوز تنظن اننا غنرتقيوا في التنقيط العالمي، وهذا هو الهدف ديالنا الحالي لوجود مباريات ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله. اعتقد بانه على حسب ما سمعت بان الجماهير ديال بيرو حتى هي كثيره في مدينه مدريد غتكون متواجده، جمهور مغربي متواجد. دائما ان شاء الله حنا جاهزين باش نقدموا مباراه كبيره نرضيو الجماهير المغربيه ديالنا، وتنظن بانه اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي موراهم وان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه.